ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الحوت واكتر الحاجات اللي بيفكر فيها برج الحوت. موضوع عملته لكل الابراج ولكن مهم جدا جدا ان احنا نتكلم عنه عشان توضح لنفسك تفكيرك حساباتك. انا عن نفسي بعمل ده جدا جدا، بكتب الافكار او الحاجات اللي انا عايزه اعملها، خاصه انا بعرفها جدا عن نفسي بشكل متعمق باليوم بالاسم الاب اسم الام واسمي، حاجات كده كتيره من طريقه ابو معشر للناس المتعمقه قوي في المواضيع يعني عامة. فبستفاد كتير قوي من الموضوع ده، فحبيت ان انا فعلا افيد بيه الناس. عامة انت بتفكر في ايه؟ وهتكلم على نقاط تخلي بالك من الحاجات اللي انت بتفكر فيها والمواعيد وكل ده هوضحه لكم. عامة اول الحاجات اللي انت بتفكر فيها هي الامور المهنية والاستقرار المهني، اللي ليه علاقة بايه؟ ليه علاقة ان انت عايز تطور من نفسك وعايز تنجح وعايز ان انت يمكن يكون عندك عايز تشتري معدات لوضعك المهني، عايز ان انت في حاجة بتشتريها، حاجة بتحاول تنظمها، بتنظم اوراقك، بتستف حساباتك، عندك ان انت فعلا كأن يعني بتظبط امورك المهنية عشان انت عايز تستقر من الناحية المهنية، عايز تطور نفسك من الناحية المهنية، عايز تظبط امورك، كأن الوضع عندك مش متظبط، كأن اوراقك مش كاملة، فبتحاول تكملها وتظبطها. تفكيرك في ان انا ازاي افكر اعمل، ازاي اعيد حساباتي، ازاي اظبط اوراقي، ايه الحاجات المتطلبة مني، ايه الاجهزة اللي المفروض ان انا اعملها والحاجات دي كلها. فعندك ده جدا يا برج الحوت، فبتفكر في الموضوع ده بشكل قوي قوي، بتفكر كتير في ان انا ممكن مين يساعدني، بتفكر كتير في شراكة مهنية، بتفكر كتير في نجاحاتك المهنية بكافة اشكالها، اللي ايه ممكن ينجحك وايه ممكن يخسرك، اللي ينجحني اقرب منه، اللي يخسرني ابعد عنه. فكرة ان انت فعلا عايز تطور من نفسك مهنيا، عايز ان انت تطور من شكلك لانجذابك او لانجذاب الوضع المهني ليك. بمعنى ايه؟ يعني مثلا في اماكن معينه بيتلبس فيها يونيفورم معين، بيتلبس فيها مش عارفه ايه، يعني مثلا انا كانت عندي فتره كده لا لازم شغلك يكون لو الستايل لو كنظام بدل كده واجواء، ففي كل مكان انت لازم تكون واجهه للوضع المهني بتاعك. فعندك انت بتغير طريقه لبسك، بتحاول ان انت تخلي نفسك واجهه حلوه، مثلا كان انا عايزه اترقى اكون مدير، فبتخلي طريقه لبسك كانك مدير، فبتنظم طريقه لبسك، طريقه شكلك، بتحافظ جدا على جسمك، على الوزن، على ان بعاني من ايه، عندك ضغط بتعاني منه بحاول ان اظبطه، عندي سكر بحاول ان انا اظبطه، عندك مش بتحاول تظبط نفسك في نقص فيتاميناتك سواء اوميجا 3، فيتامين بي 12، مش عارفه ايه، بتحاول تنظم فيتاميناتك، تنظم اكلك، فعندك فكره الحفاظ على الصحه، الحفاظ على بنيتك الجسدية، الحفاظ على وزنك، الحفاظ على طريقة اللبس والستايل بتاعتك عشان بتكمل بعض. اكتر حاجة بتفكر فيها وشغلة بالك جدا الاوزان او الوزن، وزنك او البشرة او الشعر، الحاجات اللي هي اللبس مكمل ليها، الستايل لبس مكمل ليها، ما عشان البس حاجه معينه لازم جسمي هو اللي يبقى مظبوط، يعني لازم يبقى شكلي مظبوط. فعندك ده جدا جدا يا برج الحوت. برج الحوت كمان من اكتر الحاجات اللي انت بتفكر فيها وهي الخروج من المشاكل، اي معناها ان انت عندك مشاكل اول 14 يوم فقط، اول 14 يوم انت بتعاني من مشاكل عاطفيه، مشاكل مع الاصدقاء، مشاكل مع اشخاص كانت او عزيزة عليك اقدر اقول، او بعض العائلة الاشخاص في الامور العائلية، فعندك كانت مشاكل من هذا القبيل اقدر اقول، الا ان بعد كده بتبدأ الامور بالنسبة لك يكون لا في تصالح، في قرب، بتفكر كتير طب التصالح ده معناه ايه، قبل ما بتفكر في التصالح بتفكر كتير طب المشكلة دي اخرها ايه، اعمل ايه، طب ابعد خالص، طب ما ابعدش خالص، طب احل ازاي، طب اكلم فلان، طب اتوسط لفلان، طب مش كل ده عندك لاول 14 يوم. من بعد اليوم ال 14 بتفكر كتير التصالح ده ايجابي ولا لا، التصالح ده كان ينفع يتم ولا ما ينفعش، طب هاخد حقي ازاي، طب حقي انا خدته ولا ما خدتهوش، بتسال نفسك مليون سؤال، تفكير كتير في الموضوع ده من اول الشهر الاخر، ولكن بيختلف طريقه التفكير في النص التاني. طب برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتفكر فيها قوي هي بدايه حياه، اصلا كوكب المشتري، عشان كده انا بقول لكم من يوم 14 الناس مش بتحب تسمع اللي انا اكتشفته، على قد ما في ناس عايزه تسمع الدقه شويه وده سببه ايه وسببه ايه، الا الناس عايزه تسمع البساطه اكتر، يعني خش في الخلاصه على طول.
المهم اوضح النقطه دي، احنا عندنا كوكب المشتري بيكون موجود في برج الحوت، ودي فتره شويه بيتراجع فيها من برج الدلو، فبيبدا يكون موجود في برج الحوت من يوم 14، بيدي تاثيرات لبرج الحوت ببدايه جديده، انطلاقه قويه، تميز، ابداع، فنون، قوه، قد ايه من الحلاوه. فعلا برج الحوت هيبقى عنده حلاوه كده، الدنيا اجواء لطيفه، فبتبدا تفكيرك يزيد اكتر، تقيل بقى يعني الموضوع معانا يزيد بتقل. مش معنى ان كوكب المشتري يكون موجود عندك فبيدي ايجابيه فمعناه ان انت مش هتكون قلقان او تعبان، لا، ده بيزيد عندك نوع من القلق والتوتر. ليه؟ لان انت عندك فكره الابواب اللي بتتفتح قدامك، عارف فكره ان انت واقف مقفول في اوضه، لقيت ان الاوضه دي ابوابها بتتفتح كلها، هروح اخرج من انهي باب؟ اهو ده اللي عندك بالظبط. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس في نفس الوقت لازم تكون مدرك جدا تفكيرك اللي هو ليه علاقه، اروح لاي اتجاه، ابتدي اي بدايه، اروح من اللي منين اجي على فين. فالدنيا بالنسبه لك حاسس انها عايمه، بيزيد تفكير، بيزيد قلق، بيزيد ضيقه شويه. ده وقت اقدر اقول لك فيه نوع من انواع التنبيه الصغير، ان انت لازم تكون واخد بالك، تسال اشخاص، ما تبعدش عن الناس اللي حواليك، حاول ان يكون في شخص عزيز عليك يكون بيقول لك خطوات معينه، بيحاول يوجهك، بيحاول ينصحك، عشان تقدر ان انت تبقى ماشي على خطى سليم، عشان ما تحترش. انت عندك وقت ايجابي جدا وكتير يحسدك عليه، بس للاسف انت اللي مش هتكون عارف اروح منين، والبدايه بتاعتي تبقى شكلها عامل ازاي. فلازم تكون حريص جدا جدا على اختياراتك يا برج الحوت، وعلى انك انت تكون قريب من الناس اللي حواليك العزاز عليك، او اللي يحبوك، او اللي يحبوا لك الخير، بس انت عندك في اشخاص برضو ما بيحبوش الخير ليك برضو، فلازم تكون حريص شويه. المهم برج الحوت، في اول حاجه بس عايزه اقولها، انت في قناه اسمها عمرو اند ماي فلوجز، دلوقتي قناه دي جديده زيرو مشتركين، قناتي انا وعمرو، بقى هتلاقوا عليها حاجات كتير قوي قوي، يعني حاجات كمان لسه بتنزل، هي لسه في البدايه طبعا، يعني نزل عليها 3 فيديوهات او 4 فيديوهات، ففي حاجات تانية لسه هتنزل كتير، هي ليها علاقة بحاجات زي فاني، ليها علاقة بحاجات جدية، ليها علاقة بحاجات أسئلة اللي بتسألوهاني كتير هرد عليها، اللي هي ليها علاقة زي خسيت، عشان في ناس عمالة تقول لي خسيتي، مع إني أنا في وزن، يعني فاضل لي لسه 4 كيلو على اللي أنا عايزة أوصله، قريب جدا أنا أوصل له يعني. فعندنا عندي حاجات كتيرة، دي طبعا باختصاصي في مجال الطب البديل في الرسالة بتاعتي، فأوضح لكم حاجات كتيرة أنا نزلت بيها أكتر من طريقة، حاجات القناة دي هتبقى مفيدة قوي، ليها علاقة بيوميات وليها علاقة بحاجات هتفيدكم، فهنضحك مع بعض ونهزر مع بعض وأشارككم حياتي، فقناة حلوة. هتلاقوا تعليقات، هتلاقوها في التعليقات تحت، أول تعليق اللينك بتاعها موجود. تعالوا بقى أقول لكم على الحتة اللي أنا عايزة أقولها لبرج الحوت، يعني فصلنا شوية وتعملوا اشتراك في القناة دي وتكبروها وتسمعوا الحتة الأخيرة دي. بالنسبة لي آخر حاجة فعلا لبرج الحوت من ان انت بتفكر فيها، وهي ان حاجات انت ما كنتش مديها الاهتمام قوي، وحاليا انت بتفكر ازاي ارجع اهتم بيها. يعني ما كنتش مهتم بالعائلة، هتبدا ان انت تديهم جزء من الاهتمام، تقرب منهم، تحسن علاقتك معاهم، هيكون في حاله من الود، حاله من القرب معاهم جدا، فده شيء بالنسبه لك متميز. بتفكر كتير ازاي ترضي اولادك، ترضي الشريك، لان عندك مشاكل العاطفيه موجوده، فبتحاول ان انت ترضي ناس حواليك، فهيكون في عندك قرب، في موده، في محبه، في تعامل حلو، في ان انت بتاخد وتدي معاهم، اللي ده من بعد يوم 14 هتبدا فيه ايجابيات، الى ان قبل يوم 14 بتفكر ازاي احسن العلاقه، ازاي اللي انا ما كنتش مديله اهتمام ازاي اديله الاهتمام، واخد خطوات ايه من النوع اللي هو يحبها، او تبقى اهتمام معين تسعده وتخلينا نقرب. ده موجود عندك جدا. برج الحوت قولوا لي الكلام ده بتفق معاكم ولا لا، وما تنسوش تعملوا اشتراك في طبعا القناه دي، ما تنسوش عليها اللايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس برده، ونفس الكلام في القناه اللي اللينك بتاعها موجود تحت في اول التعليقات. بشكركم، يلا سلام.